ينضم إلينا ضيفنا الليلة العميد عمر العامري الباحث في الشؤون العسكرية من الرياض. سيادة العميد مساء الخير، ماذا ترون في هذا القصف الحوثي والذي طال مجددا مواقع في الإمارات وفي السعودية رغم كل القصف الذي يتعرض له الحوثيون، وحديث بعض المسؤولين العسكريين بأن المنظومة الحوثية وقدرات الحوثيين تضررت بشكل كبير؟ إذا قدرات الحوثيين تضررت كثيرا، ولعل هذه الهجمات هي آخر ما في لعبتهم. وأؤكد لك أن في خلال أيام لن ترى شيئا من هذه الهجمات. هذا دليل واحد على أن الحوثيين زودوا بكميات كبيرة من هذه الصواريخ التي تطلق عبثيا لتستهدف المقرات المدنية. إذا هي مجرد محاولة إعلامية تحاول الإيهام من خلالها أنها تستطيع أن تصل إلى كل مكان، لكن أؤكد لك أن في خلال أيام لن ترى شيء. نعم، أخذت الإمارات قبل أمس على غرة، لكن الهجوم اليوم أفشل وأسقطت الصواريخ، والإمارات إضافة إلى قوات التحالف سترد بقوة، ويجب أن ترد بقوة، ويجب أن تبتعد دول التحالف عن هذه المثالية في الحرب. هذه حرب وليست نزهة، ويجب أن تستهدف قوى التحالف كل ما يساعد هذه المنظومة على البقاء. كل المنظومات التي تستخدم للمجهود الحربي يجب أن تكون قيد القصف، سواء الجسور، الكهرباء، الاتصال، كل شيء، لأن هذه هي أدوات تستخدم للحرب. نخذت الولايات المتحدة في العراق قصفت كل شيء، لم تترك لا جسرا ولا محطة كهرباء، حتى ملاجئ الملجأ العامرية قصفته، وأيضا كما حدث مؤخرا في أفغانستان. إذا ليست هناك حرب نظيفة، وليست الحرب نزهة، ولا أخلاقيات مفرطة في الحرب. يجب على هذه الدول السعودية والإمارات تحديدا أن تحمي مواطنيها وتحمي منشآتها المدنية، لأن هذا العدو يستهدف بصواريخ عبثية دعنا نقول. لكن سيادة العميد، طبعا لا يمكن التشبيه بين القصف الأمريكي للعراق وقصف التحالف لليمن، لأن التحالف جاء يفترض جاء لمساعدة اليمنيين، وبالتالي لا يمكن أن يدمر بناهم التحتية. هذا من حيث المبدأ. لكن المعارك كما أشرت حضرتك والحروب لا أخلاقيات مفرطة في العادة في الحروب. لكن هل يعني لك سيد العامر الآن بعد هذا الاتساع ربما في دائرة الاستهداف واستخدام أسلحة مختلفة، هل يعني الآن أن العودة للمحادثات وطاولة الحوار باتت نسيا منسيا الآن؟ هو الذي اليمنيين لا يريدون مساعدة أنفسهم. نعم، دول التحالف جاءت لمساعدة اليمن، لكن اليمنيين للأسف لا يريدون مساعدة أنفسهم، ويبدو أنهم استمروا الحرب، وهناك أطراف تعتاش وتستفيد من الحرب، وبالتالي الحرب امتدت إلى 7 أو 8 سنوات، وهي بكل تأكيد حرب مكلفة. الحروب الحديثة يفترض أن لا تقف كل هذه المدة، هذه الحروب يجب أن تحسم، لأن الحروب الحديثة طبعا مكلفة. إذا نعود إلى سؤالك، ماذا قلت؟ عفوا، سؤالك ماذا كان؟ نعم، المعركة وصلت مستويات يبدو أن الحديث معها على السلام الآن بات متجاوز. على دول التحالف أن لا تتحدث عن السلام أبدا، يجب أن تستمر في القصف وبعنف وبكل القدرات بكل الاتجاهات وبكل الأماكن، حتى يتحرك العالم أو يطلب الحوثيين الجنوح إلى السلام. على دول التحالف أن لا تتحدث عن السلام الآن. أمس قصفت مدن حدودية في السعودية، ليست ورش ومنازل في ظهران الجنوب وفي أحد المسارحة، وهي لا يوجد هناك أي هدف عسكري سوى أن هذا عبث حوثي.
إذن على دول التحالف في رأيي الشخصي أن تتوقف عن الحديث عن السلام وأن تستمر في الضغط بكل ما تستطيع حتى يطلب الحوثيين هم أنفسهم ومن يقف خلفهم الجلوس إلى المفاوضات ولا دون شروط أو دون إملاءات كما يفعلون الآن. نعم سيد العامري، وأنت باحث في الشؤون العسكرية تعرف بأنه الحروب عادة عندما تكون يعني قوى نظامية ودول في مواجهة ميليشيات يكون المتضرر أكثر هو، رغم أن يعني موازين القوة لا يمكن المقارنة بينها، ولكن أحيانا الميليشيات ليس لديها ما تخسره في النهاية، وبالتالي يبدو هنا أن الخاسر الأكبر ستكون السعودية والإمارات كما يرى بعض الخبراء، من منطلق أنه هناك استنزاف، هناك اقتصاد يتضرر، هناك أيضا مستثمرين قد يفرون على اعتبار بأن المنطقة لم تعد آمنة كما قال الحوثيون. فمن برأيك يعني يملك القدرة على الصمود والصبر أكثر في هذه الحالة؟ ليقول الحوثيون ما يشاءون وهم يصدرون إعلاميا. المملكة العربية السعودية تتعرض إلى قصف على مدى 7 أو 6 سنوات تضرب تسادف مطاراتها ومشاهدها، ومع ذلك فالحياة مستمرة والتنمية مستمرة، ولم يغادر أحدا لأنهم يعرفون أن هذه الدول لديها القدرة على صد مثل هذا الهجوم. نعم يجب أن لا نستهين في هذه القدرات، ويجب أن العاقل لا يستهين في قدرات عدوه، ولكن على مدى 6 أو 5 سنوات والحوثيين يقصفون المملكة العربية السعودية شبه يوميا، ومع هذا فالحياة تستمر والتنمية تستمر والمؤسسات الأجنبية والاستباقات الأجنبية تتدفق. أيضا سيحدث في الإمارات، ويجب أن لا يأخذنا هذا الحديث الدعائي إلى أفاقها. أؤكد لك أن الحياة تستمر وأن الحوثيين قذفوا آخر ما في جعبتهم. نعم. وتذكر كلامي أن هذا كل ما لديهم وليس لديهم شيء آخر يقذفوه، والآن سيكون الرد عليهم أقوى لأن العالم كله الآن آمن وأدرك حتى المتعاطفين معهم أنهم جماعة إرهابية لا أهداف لها سوى العبث في المنطقة وهم ومن يقفون خلفهم. دعني أختم معك سيادة العميد، أنت أشرت منذ قليل إلى الغزو الأمريكي للعراق، وإن كان لا نريد أن نشبه الحقيقة بين المعركتين، ولكن على الأقل من حيث الشكل الحرب كما تعلم لا تحسم إلا بقوات على الأرض. ما استطاع الغزو حينها الغربي أن يحسم المعركة ضد نظام صدام حسين إلا عندما تدخلت القوات البرية وحسمت المعركة بسرعة وانتهى نظام صدام حسين. هل تعتقد بأنه التحالف يستطيع أن يحسم المعركة جواً أم عليه أن يدفع ربما لتقليل الخسائر وتقليل المدة الزمنية أيضاً أن يدفع بقوات براً لحسم سريع وبالتالي إنهاء المعركة لصالح التحالف؟ أولاً عندما أضرب مثلاً بالهجوم الأمريكي أو الغزو الأمريكي العراق، أذكر المستمعين والمتعاطفين ومدعي الأخلاقيات أنه لا أخلاقيات في الحرب، ودللت بما فعلت أمريكا في العراق لأنها كانت في حرب، وبالتالي قصفت كل ما هو ممكن في بنك الأهداف، مجرد مقارنة ليس إلا. نعم الحرب يجب أن تحسم على الأرض، وغالبا الدول التي تمتلك سيادة جوية تحسم الحرب بسهولة على الأرض. المحير أن قوات الشرعية على الأرض لم تكن ذات الكفاءة ولها ولاءاتها وانقساماتها وحساباتها الخاصة. رأينا في الأسابيع القليلة الماضية عندما تحركت قوات العمالقة أو قوات النخبة الجنوبية ماذا فعلت في خلال أيام، حرر كامل شبوة والآن تتحرك على تقوم مأرب وتعز. إذن ليست هناك من قلة في القوات الأرضية، ولكن هناك خلل في ربما التنسيق أو العقيدة العسكرية أو القيادة. عدا ذلك هناك قوة كافية لحسم المعركة على الأرض بمساعدة التفوق الجوي. لا أعتقد أن قوات التحالف تدفع في قوات داخل اليمن، وهناك ما يكفي من القوات الشرعية التي بإمكانها حسم المعركة لو
غيرت عقيدتها وخططها العسكريه وتحركت من اجل اليمن وليس من اجل حسابات ولا ضيقه. العميد عمر العامري الباحث في الشؤون العسكريه، كنت معنا من الرياض، نشكرك جزيل الشكر.